يا هلا فيكم في ترند. رسالة معبرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة اليوم العالمي للصحة 7 أبريل 2020، الذي تم تخصيصه لدعم كادر التمريض والقبالة. توجهت خلالها بالشكر والاعتزاز للطواقم الطبية البحرينية. رسالة شكر وتقدير قدمها سعادة وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي بمناسبة يوم الصحة العالمي إلى خط الدفاع الأول وإلى الجنود المجهولين الذين سنبقى لهم مدينين، وسيبقى هذا الوطن يسمو بهم وبعطائهم. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. البحرين تشارك العالم اليوم بيوم الصحة العالمي، وبهذه المناسبة رسالة شكر وتقدير وثناء إلى خط الدفاع الأول، إلى الجنود المجهولين في المستشفيات، المختبرات، مراكز العزل والحجر والعلاج. نراهم يومياً في المنافذ، في مقدمة الصفوف لحماية المواطن والمقيم والدفاع عن الوطن أمام هذا التحدي العالمي. يحق لنا أن نفخر بجهودكم الوطنية اللي تواصل الليل بالنهار في هذا الظرف الاستثنائي للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. سنبقى لكم مدينين، وسيبقى هذا الوطن يسمو بكم وبعطائكم المخلص. كلمات الشكر والثناء ما توفيكم حقكم، فشكرا جزيلا. في يوم الصحة العالمي وتقديرا للجهود الجبارة اللي يبذلها الطاقم الطبي والتمريضي في مملكة البحرين المتواجدين بشجاعة في الميدان لمواجهة جائحة الكورونا، وجهت وزارات وهيئات من المملكة رسائل شكر وامتنان للكوادر البحرينية في يومهم. انتابع. تشارك البحرين العالم اليوم في 7 أبريل الاحتفال بيوم الصحة العالمي تحت شعار دعم الممرضة والقابلة. وقد خصصت منظمة الصحة العالمية عام 2020 سنة دولية للتمريض، وفي ظل تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم نشوف الممرضين والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين في المقدمة للتصدي من فيروس كورونا خلال تقديم رعاية عالية الجودة، بالإضافة إلى الدور الجوهري اللي يقومون فيه، وكل ذلك لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتقديم الرعاية في جميع المواقع. نتابع. اليوم نحتفل بعمل الممرضات والقابلات من خلال إظهار تقديرنا لشجاعتهم وعزمهم في الاستجابة لكوفيد-19، هذه اللي ذكرتها منظمة الصحة العالمية في حسابها الرسمي في تويتر. دعونا نقول شكراً لجميع الممرضات والقابلات الذين عرضوا أنفسهم للخطر لمساعدة الناس في كل مكان، بما في ذلك في أوقات تفشي المرض. نتابع. Nurses are the real-time heroes, and they are the frontline heroes. My motivation was just helping people. Someone that can sacrifice his life to save someone's life. I love my job, my work. We have COVID patients, they're trickling in. وفي ختام حلقة اليوم تحية خاصة من برنامج ترند لكل الكوادر الطبية من أطباء وممرضين على جهودهم الجبارة في حمايتنا ورعايتنا. نلقاكم على خير.